النهارده هحل معاكم على نوتن وماكس باور بوينت. انا عارف انكم ما خدتهمش بس هم الكونسبت سهل. انا مش عارف الصراحه دكتور يعني سايبهم في المنهج ولا لا الصراحه. فانا هحل عليهم سؤالين بالظبط هم فكرتهم سهله جدا جدا يعني. وبعد كده هحل معاكم من الترم بس نوت السكشن يعني خفيف جدا يعني. تمام؟ ما اضرب تدريب السرعه تنزل النهارده بالنسبه للسؤال ده كان طالب ثلاث حاجات، عايز الثيفنن والنورتن اكويفالنت للسيركت دي. حلو؟ فهكتب لكم على طول اجابه البي ثيفنن اللي هو الثيفنن، هحط لكم في خلاص المتعارف تجيبوهم. لا انا بدي مش صار البي 7 كان طلع 16 كان طلع 4 كيلو بالنسبه بقى للنورتن اكويفالنت. هو النورتن بيبقى ليه برضه حاجتين، حاجه اسمها اي نورتن وار نورتن. ار نورتن دايما بيجي له ار 7 اوكي. فيعني دي لما تيجي تحل السؤال مش محتاجين تجيبوا ار 7 وخلاص، مش تقطع حاجه اسمها ار 7 او ممكن يعني تكتبوا تقول ان هو لما تجيبوا النورتن اكويفالنت تقول ان هو النورتن يكون ار 7 يكون الرقم ده اللي هو 4 كيلو. بالنسبه بقى لاي نورتن بنجيبه ازاي؟ احنا لما كنا بنجيب في 7 اللي هي مثلا الفولتج كنا بنعمل ايه؟ بنخلي الحته دي يعني لو انا عندي مثلا كان في ريزيستنس هنا مثلا وانا عايز اجيب ال 7 الاكويفلنت على الريزيستنس ده، فانا كنت بعمله اني بشيل الريزيستنس واخلي الحته دي اوبن سيركت وبجيب الاوبن سيركت فولتج ما بين النقطتين دول، صح؟ اللي بعمله بقى في نورتن ايه؟ اني بعمل العكس، بدل ما الريزيستنس كنت حطيته يعني حطيت عليه اوبن سيركت او شيل حطيت اوبن سيركت، لا في النورتن بحط شورت سيركت. اوكي؟ وبدل ما بجيب فولتج بجيب الكارنت اللي ماشي في الدايركشن دي. ده الاي نورتن بتاعه. حلو؟ فاحنا نحل السؤال عادي جدا يعني باي طريقه بقى ونجيب الكارنت اللي ماشي هنا. اوكي؟ فانا حليت السؤال قعدت اعمل سمبليفيكيشن. انا كنت هقول المعلومه دي في الاخر بس يعني هشرح لكم فكره النورت بعد كده اقول لكم فانا عامل سيمبليفيكيشن للكلام ده. اول الفولتج سورس هيبقى 1 في 6 يطلع لي فولتج سورس 6 فولت ومعاه سيريز ريزيستنس 6 اوم وبعد كده 14 و14 مع بعض والكارنت سورس اللي هي الثلاثة دي بعد كده 5 وبوصلة شورت سيركت. تمام؟ مبدئيا كده يعني بما انكم المفروض عرفتوا خلاص حتة الكارنت ديفيجن. انا لو عندي انا داخل كارنت مثلا كده اسمه اي اكس وعايز اشوف الكارنت اللي ماشي هنا والكارنت اللي ماشي هنا، كنا بنعملها ازاي؟ عشان اجيب الكارنت اللي ماشي هنا في الاي في الاي نورتن بقول ان اي اكس او ان اي نورتن ايكوالز اي اكس في الريزستنس اللي ماشي ماشي فيها اللي هي 5 اوم 5 كيلو اوم على 5 بلس الريزستنس الثاني، بما ان دي شورت سيركت فالريزستنس بزيد. فدي كانت فكده من الاخر اي نورتن هيمشي فيه اي اكس كلها.
ويعني نستوعب من كده ايه؟ ان انا لو عندي شورت سيركت كارنت معايا ريزيستنس في الاخر الايكوفلنت ريزيستنس بيبقى زيرو صح؟ فكان الكارنت كله الاي اس هيعدي كله في الشورت سيركت، مفيش حاجه تعدي في ريزيستنس، يعني الكارنت بيبقى قدامه طريق سهل جدا ما يمشي في الشورت سيركت، مفيش اي ريزيستنس، او الطريق صعب ان هو يعدي في ريزيستنس، فبيختار الطريق السهل. اوكي؟ فممكن على طول نشيل الريزيستنس ده خلاص مش هنحطه معايا في الفيلم. اوكي؟ نجمع الريسورسز دي على بعض. والريزيستنسز طيب عندي 6 و14 في 20 ومعاها 20 برضه اهو يعني الحته دي كده بقت 20 و20 هحولها للكارنت سورس عشان اعمل لها سيميشن مع دي فدي كده تطلع لي كارنت سورس ب 1 امبير او 1 ملي امبير وكارل معاها ريزيستنس اللي هو ال 20 اوكي ودي كده ب 1 بعد كده يكون ده الطرر المعايا 3 هيلبي وشورت سيركت اوكي بعد كده يعني انا كنت عامل ماشي في كده انت يعني استنى انا برضه في نفس خليني اعمل لها سيمبليفيكيشن عشان لما اجمع التو كارت سورس دول مع بعض هيبقى عندي 4 مليون بيرف مع ريزيستنس دول 20 ومعاه شورت سيركت فزي ما عملنا مع 5 اوم اللي كانت هنا انا دلوقتي عندي 20 اوم او 20 كيلو اوم وقرر ليها شورت سيركت فانا 20 اوم كده مش همشي فيها اي كارنت فانا اي لود في الاخر همشي فيه كل الكارنت اللي داخل لي ده اللي هو ب 4 اوكي فهلاقي الاي لود ايكوال 4 مللي امبير تمام دي بقى معلومه شورت ممكن تاخدوها بس يعني وكده كده الدكتور ما شرحلهمش اي لود يعني مش عارف هيجيب لكم سؤال عارف الامتحان ولا لا بس يعني ممكن تبقوا تسالوه في الحته دي يعني. ان انا على طول ممكن بدل ما اقعد اعمل كل الهالك ده اكتب على طول ان هاي نورتن ايكوال سي 7 على هاف 7. لو قسمت 16 على 4 كده يطلع لي 4 مللي. اوكي؟ فانتوا كده يعني عرفتكم فكره هاي نورتن في الجهاز ازاي ان جنرال وبقول لكم برضه ان انتوا لو حاسبين في 7 و 8 مش محتاجين تقعدوا تحسبوا اي نورد من فروم سكراتش بس انا هطول في 7 و 8 وكاتب وجبت من احسن اوكي؟ حد عنده سؤال في الحته دي؟ هات اي نورتون بطريقه نورتون ولا هو عموما اي نورتون بجواب تاني؟ بص هو عادة عمره ما بيطلب يعني لو جه في سؤال قال لك هات لي هات لي نورتون ايكوفيلنت بس مالكش هات لي فعلا ايكوفيلنت ساعتها لازم تجيب يعني اي نورتون بالطريقه الجنرال لكن لو سمعناها ار نورتون ار نورتون بتحسبها نفس الطريقه بالظبط ان انت نفس طريقه في نفس طريقه ار فيبر انت بتحط فولتج سورس عند الحته اللي احنا عايزين نحسب عندها الايكوفيلنت وتشوف الريزستنس اللي شايفاه كام تحط فولتج سورس المفروض فولتج سورس دي تطلع كارنت المفروض اسمك الفولتج على الكارنت تطلع لك الريزستنس نفس طريقه الثمن بالظبط لو ما حددتش انا ببقى حر اعمل انا لو ما حددتش بمعنى لو السؤال قال لك هات لي الثمن ايكوفلنت النوت ايكوفلنت ممكن تجيب الثمن وتجيب النوت منها على طول بس اللي قصده لو قال لك نوت بس لا ما تروحش تعملها بطريقه الثمن اوكي؟ شكرا انا عايز اكتب عليها والله بس السودا زي ما انت قلت استنى كده طب هجرب بس اللي انت فكرت عليها شوف خطوه ده كده
مش الرسمه المفكر يا عبد الله بس طلع معايا ساعه حاجه بس هو دلوقتي بقى مثلا عندي حاجه شبه كده وانا حاولت احول الاستاد دي بعد ما احول الاستاد دي برجع حوالها تاني يعني برجع حوالها تاني الستار هو ده اللي عملته فعلا ان انا حولت الستار دي لداتا تبقى عندي العاب يعني العشرات دي ايه؟ احنا هيبقى عندي 2 دلتا فعلا ففي الاخر هتصفصف على دلتا واحده خلينا نعملها انت كنت عايز تسال في ايه طيب؟ انا بحس كل ما لما بحولها لدلتا ترجع حوالي الاستار بحس ان المسار بتاعه قديم مش عارف يا صح ولا لا ليه؟ احيانا بطلع احيانا كتير بطلع غلط مش عارف بقى ليه يعني بقى غلط حسابات ولا ايه؟ تحويلها بتبقى غلط تحولها غلط يعني ولا ايه اللي بيحصل معاك؟ مش عارف بس لما باجي احولها للستار تاني بلاقي ان الارقام بتطلع ارقام بقى ديسيمال وحاجات لا بص هو يعني عامه فكره ان الارقام بتطلع ديسيمال دي ما فيهاش مشكله بس المهم بص الارقام دي منطقيه او لا دي ما بحسها مش منطقيه حاجه بيانات اللي هي 5 او 10 ولا ايه مثلا 4.4 بحسها مش يعني ما هي 5 و10 المفروض الفرق الكوفرنج بتاعها حالي 3 حاجه كده انا فاهم قصدي 3 يعني لو انت عندك ثلاثات وبعد كده تحط ستار المفروض هيطلع لك 1 او 6 و6 و6 مش فاكر بالظبط الضرب ولا الاسم فالمقصود ان لو طلع لك يعني من 10 ل 5 فرق مع بعض طلع لك 4 بعيده شويه ايوه انا بتكلم يعني انا المفروض ان العادي ان انا احولها لدلتا وبعد كده احولها تاني ستار ودلتا عادي تحول الستار وبعد كده يعني تعمل العكس بس النظريات تعمل عادي انا هنا هو انا هنا حوالي يعني حوالي تمرة الدلتا وكملت حالة على انها دلتا الصراحة ما كانتش حوالي تاني الصراحة بس يعني جانا لا اشتغل عادي مفيش مشكلة ده كل اللي انت محتاجه تريعه فيها تاخد الار 1 والار 2 والار 3
تعوضيهم في كل ايكويشن من دول بقى معاك ار 1 2 اللي انت عارف خلاص ان انا هتبقى من النقطه دي للنقطه دي صح؟ ومعاك ار 1 3 اللي انت عارف ان انا النقطه دي للنقطه دي ومعاك ار 2 3 اللي انت عارف النقطه دي للنقطه دي بس لكن كل الريزستنس لوحدها هتبقى بارل لمين؟ ما تبصلهاش كده هو اصلا ما ينفعش لان هم اصلا مش بارل هم مش بارل لا انا هي كانت بتسال ان يعني هاي مثلا لو قلنا ان ال ار 1 هل هقول ان ال ار 1 هي اللي هتبقى بارل لار 1 2 ولا الار 2 هي اللي بارل لار 1 2 بس هي ولا دي ولا دي؟ ما لو كانت هي كومبينيشن ما بين بارل لار 1 2 ايوه هي بنعمل ستايل ديك بالظبط هي بتبقى كومبينيشن ما بينهم عشان كده ما تقدريش تفكري يعني بالنظر كده ان واحده منهم هي اللي هتبقى بارل ليها لا هي هتبقى كومبينيشن الثلاثه مع بعض هتديكي ريزيستنس الكورنت هيبقى بارل مع دي اوكي؟ فهمت كده ولا مش قوي؟ ماشي فالسؤال ده كان عايز الماكس باور بوينت او كان عايز يعني تفل تفل وبعد كده عايز الماكس باور بوينت ايه الريزستنس ار ار اوكي فالماكس باور بوينت فكرته ايه ان انا لو عندي جبت مثلا تفل ايكويفالنت اهو كده بيتا باور تفل وعندي ريزستنس ار ار فالباور على الارض هحسبه ازاي؟ فاهم الفكرة عشان اجيب الفولت عليه يعني ال دي ال دي كده هحسبه في ال عشان بقى اجيب الباور عليها هيبقى عبارة عن دي سكوير دي ال سكوير على ار ال اوكي؟ فهتبقى ايكوالز دي 7 سكوير نوف ار ال على كل ده على ار ال فايه الفرق ان انا اختار الار ال عشان يجيب لي الماكسيمم باور فيه اوكي فدي بعملها ازاي او يعني ككونسبت بتتعمل ازاي انا عندي باور اهو حسبته اهو عشان اجيب الماكسيمم بتاعه ريليتيف لار ال هعمل ديفرنشيشن لده ريليتيف لار ال يعني ريسبكت لار ال اوكي فلما هاجي اعمل بارشل بي باي بارشل ار ال هقعد احل كده وثانيا زيرو طبعا عشان عايز اجيب الماكسيمم تمام فعلى طول لما ثاني الماكسيمم ده زيرو انا بديفرنشيت مع ال بما ان بي 7 دي مضروبه في الكلوب فبي 7 هتبقى ايه يعني بي 7 هتبقى عباره عن بي 7 سكوير مضروبه في شويه كلام يرتب ار ال زيرو فبي 7 هتبقى اوكي هيبقى انا بقى لي ايكويشن فيها ار ال وار 7 تمام لما نيجي نحل الايكويشن دي في الاخر هيصدره انه عشان يبقى ار ال تخش فيها ماكس باور لازم تبقى ار ال ايكوالز ار 7 اوكي لما بحط الكونديشن دي او لما بختار ار ال ايكوالز ار 7 ساعتها ساعتها بيخش للار ال دي ماكس باور حلو ويبقى ساعتها الباور بكام عشان برضه يعني تشتكوا في الامتحان يفضل ان هو يكمل معاكم ويجيب لكم اسئله ماكس باور بوينت. مش هتقعد تعمل ديفرنشيشن وكده خلاص عارفين ان عشان اجيب الماكس باور هنا لازم اختار ار ال يكون ار 7 وساعتها هيبقى الباور بكام؟ ساعتها هتبقى البي ال هي بي 7 مضروبه ار ال او مضروبه يعني ار ال اوفر ار ال بلس ار 7 خلاص احنا عارفين ار ال يكون ار 7 فتبقى ساعتها البي ال هي نص بي 7 اوكي فيبقى الباور بتاعي عباره عن نص بي 7 سكوير على ار ال اللي هي هتبقى ايكوال بي 7 سكوير على 4 ار ال اوكي فدي تحفظوها على طول لو عارفينها يعني كده حفظ ودي برضه على طول يعني لو مش لازم تحفظوها بس هتعملوا الكام ستات دي مش لازم يعني الموضوع بسيط يعني ف عشان نجي الماكس باور لازم نساوي ار ال باور 7 والباور ساعتها هو البي 7 بتاعي على 4 ار ال اوكي السؤال ده كان عايز يجيب الثمن الاكويفالنت وعايز يجيب الماكس باور بوينت حلو عايز يجيب فاليو الار ال اللي هتديه الماكس باور وعايز يجيب ساعه الماكس باور يبقى كام اوكي فبس الباور زي ما ايه نص بي 7 انا اللي عملت هنا حولت الاختيار في الدلتا حلو وحولت الفولتج سورس هي دي كانت نوعها كام؟ 5 وحولت الفولتج سورس مع دي كارنت سورس اوكي؟ ف 30 على 5 بتديني 6
5 بعد كده في 5 هنا دي 30 بتاعي انا هسيب لكم 30 كلها استنى بعت لك سؤال بس عشان صار بعت لك حاجه وحاولتها لقيت الثاني كومنت اوكي دول بقى لسه لازم تحول ايه؟ لازم تحول لسه هو الار ال مش كونستنت ريزيستنس يعني مش فاريبل ريزيستنس لو انا مديلك انها فاريبل يعني مش مديلك فاليو دي هو في السؤال يعني هو في السؤال مديلك انها اسمها ار ال مش قايل لك ار ال ايكولز كذا هيجي يقول لك اختار الار ال يطلع لك الماكسيم باور وبعد كده احسب الماكسيم باور انا لو ما كنتش عملت كده وحليت عادي وجبت ان الار ال بتساوي في 8 انا على جبت الار يعني من اللي هو الايكويشن عادي كان ده بس جيب الاول الار 7 انا جبت الفي 7 لا انا بقول مثلا لو احنا خلاص جبناه وجبنا الار 7 بعد كده جبنا الار ال عادي من غير ما نعمل الرول بتاع الماكسيمم باور الار دي هتطلع ايه ولو جبناه في الماكسيمم باور ايه الفرق بين الار ال دي والار ال انت معايا خلاص الرول ده معايا تمام هتجيب الار ال ازاي عشان دي الماكسيم باور هتجيب الار ال ازاي المفروض هجيبها بالرول ده هجيبها بالرول ده الموضوع ده يعني سيمبل زي الدرجه هذه الدرجه انت وانس انك جبت مثلا لما تبدا حل حته الماكسيم باور بوينت وتقول النواة قال يكون تعالى تعمل فور ماكسيم باور اشتغل حاجة زيادة عن كده تمام قلت كده اسألك ولا انت مش يعتبر اه لما نجيب الفيستم بس هبقى اسأل عن كده مش احنا لما يطلب مننا الفور هنستخدم القانون ده على طول لما يطلب منك ايه الفور هنستخدم القانون ده على طول اه هو الماكس باور هنستخدم في 7 سكوير على الاربعة ار ال اه اللي هي ممكن نخليها ار 7 هي تبقى هي اصلا المصطلح بيبقى في طلب منك دايما تحدد الار ال اللي هتجيب الماكسيمم طبعا لازم تكتب له الار ال كانت كذا حد كان رافع ايده ورا اصلا مش فاهم ايه انا لسه ما حطيتش اي حاجه لسه دول بقى لما بقول ان دلتا هيبقوا عندي هنا 30 ثانيه وهنا 30 فدول كلهم بارل مع بعض 30 مع 30 زي ما قالوا كل واحد 15 اوكي Hola.
غيرت منظر الداتا من الشكل ده للشكل ده. فدي يعني دي اسمها نود 2 ودي نود 3 زي ما هم، ودي على بعضها كده اسمها نود 1. تمام؟ يعني الحته دي تعتبر شورت سيركت، او يعني مفيش حاجه عملتها، فالتو نودز دول لازقين في بعض عادي. تمام؟ حد بيطلعوا في الفكره دي ولا تمام؟ اوكي. فعندي كده المنظر ده. اللي كمل سيمبليفيكيشن اللي هي تطلع لي 12 ونص 25 سوري. مع 2 ونص. يعني لو معايا 2 ونص سيريز مع 5 كانت تبقى 7 ونص. وبعد كده 15. لا 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 هو صرف الكود لا ما ينفعش تحطه. انت لو حطيت مثلا هنا، لا لو حطيت هنا مثلا فرق غير تمام، لا ما تحطوش اي حته تحط فيه. هو لو هو لو السؤال مش محطوط لك فيه، يعني ليه يعني ليه ما ينفعش تحط تحت بالنسبه للسؤال ده؟ عشان انت كان في ريسيستنس عندك تحت هنا، لكن انت في الاسئله بتاعت زمان كان بيبقى دايما مش عارف السورس او مش عارف ايه، يعني يبقى في داخل دي اخر نود اللي تحت دي كانت بتبقى كلها مفروض لبعض. فلو حطيت الجراوند هنا زيها لو حطيت هنا يعني كده. لكن عشان انا في اساس حط تحت، فعشان كده هو اللي هيحط لك مكان الجراوند نفسه. اوكي؟ يبقى هتلاقي عشان هو كده راسم لك زي ما انت بتقول. ماشي. السؤال اللي في النص ده ما كانش حاطط جراوند. بس خلاص ما تتعملش ان انت عندك يعني انت في الاخر الجراوند دي تعتبر ريفرنس للفولتج. بس انت مثلا بالنسبه للتاني سؤال، سؤال كي بي سؤال لوب اناليس، انت مش فاهم لك هنا جراوند، انت فاهم هتعمل كي بي ال طالما عندك كي بي ال وكي سي ال. كي سي ال. كي سي ال. انا كده عملت النودل، عايز اشوف الجراوند هنا ده. مره كده مره كده. ايه؟ انا عملت النودل في الميجا ده. كده خلاص مفترض الجراوند. بس في الاخر حل الكي سي ال يعني مهما اتفرضتوها هيطلع حل الكي سي ال هو هيطلع الكرنس او الفولت، يعني هيطلع الكرنس هي هي بس الفولتجز مش هي هي دي الفكره. عشان مش هو الجراوند عموما بيتاخد دايما في النيجاتيف بول بتاع الباتري، يعني عموما انا ما بقولش دايما. فانت عندك كذا بطاريه، انت لو عندك كذا بطاريه بالشكل ده عندك كذا بطاريه. على الشمال. الشمال مش عليك يا سيدي البطاريه برضه. مش انا ممكن الريزستنس دي ارسمها جنب الباتري كده؟ طيب انا عندي اللي هو اللاين الهوريزونتال اللي هو اللي تحت ده كله مع كده. هتقول ان انت بعد ما تحول هيبقى طالع لك المنظر كده. ايوه فانا عندي الهوريزونتال فالهوريزونتال واير اللي تحت ده الوحيد اللي مش عليه دلوقتي، مش واصل اي حاجه ممكن تحط عليه. في ايسز ممكن تيجي ان هو مش هتعرف تحطها في حته معينه. يعني اللي انا بقوله ده مش حاجه، يعني هي بتيجي بالحظ. هي دي صدفه انها جت كده. بس لا هو كده كده طالما في السؤال الثاني ده انا كنت شايف باين في نود اناليس، طالما ما حضركش جراوند لازم تحط في جراوند عشان تعرف تحل السؤال. بس فرض الجراوند هيغير لك في فاليو الفي 1 والفي 2، هو كان في نود اناليس هيبقى عندي نود واحده. خلاص هتبقى نود واحده هيغير لك فاليو الفي 1 نفسها. ممكن لو انت حطيت الجراوند على الشمال يطلع لك في 1 فاليو معين، ولو حطيت في 1 على اليمين يطلع لك في 1 فاليو مختلف. بس هو مش في الاخر لازم يطلع نفس الكارنت. انت نفس الكارنت ده الكارنت انت هو هو في كل حاجه، لكن الفولتج في 1 عند النود دي. بس انت في الاخر لو انت مثلا عايز تحسب، لو دي مثلا الجراوند في 1 فانت عشان تحسبها بتعمل ايه؟ عشان تحسب في 1 نفسها بكام ريلاتيف للجراوند؟ فانت لو الجراوند كان هنا هتقوم تعمل ايه؟ هتعمل كي بي ال من الفي 1 للجراوند ده، لكن لو كنت حاطط الجراوند على الشمال هتعمل كي بي ال من الفي 1 للجراوند ده على الشمال. فالفرق ده هيطلع لك فولتج غير ده، بس في الاخر الكارت اللي داخل هنا هو كارت نفس الكارت اللي طلع هي هي. فاهم؟
فهو المفروض الصح ان انا احط لك مكان الجراوند، يعني انت المفروض لو تحيل السيركت بجد هتبقى عارف فين الجراوند بتاعك، بس هو ممكن يعني ما تحطهاش ساعتها لازم تقفلهم، لازم تحل السؤال ده. تمام ماشي. كان ميدي الار ال فاليو اصلا يعني في السيركت الاساسي طالما هو عايز يجيب، يعني هو طالما بيقول لك اختار لي الار اللي فيه ماكس باور مش هيدي لك ار ال. طب او ممكن يعني ممكن يقول لك في بدايه السؤال ممكن يقول لك ان ار ال ايكوالز كذا، بعد كده يجي لما يوصل لك ماكس باور يقول ايه الفاليو بتاع الار ال. فانا هشيل الار ال بقى اللي هو مديها لي واحط ار ال ثانيه دي بقى اللي احسب بيها الماكس باور. هو ده انا سالت يعني هو مش هيقول لي هات الماكس باور على الريزيستنس معين. لا ممكن يقول لك ماكس باور، لا يعني ساعتها لا ممكن يعني انا بس هيبقى مسمي لك الريزستنس ده، يعني انا مثلا قايل لك هات ماكس باور على ار 1 ساعتها انت هتبقى عارف ان انت هشيل الفاليو بتاع ار 1 واحط فاليو جديد. بس انت عارف تشيل الفاليو بتاع ار 1 انت لازم تجيب الثمن الايكوفلنت حوالين ار 1 ماشي. روح الحته دي انا مثلا كان لك عايز الماكس باور على كده مثلا هيسمي لك دي اي حاجه ويقول لك مثلا دي ماكس باور على الريزستنس ار اكس دي مثلا، ساعتها انت لازم تجيب الثمن الايكوفلنت اللي انت شايفاه هو المفروض عشان كده نفس النوت بس بتاع مش هيبقى جراوند مش هيبقى مش هيبقى بس همسك بقى الاونزر ده هجيب له الارثر ده مش هنقعد عشان الارثر ده انا مصفر الموت السوس طبعا عندي فيه فورس ده موش
وعندك هنا
انا هبقى مستنيه في المكان عند الطريق ده عن الطريق كده هبقى جاي هنا اللقطه دي اوكي اكتر كتير خلاص طالما انت كتبت صح انا في الاخر مثلا انا حصل درجه نص درجه على حسب الحال متقسم ازاي كدرجات على الغلطه اللي انت عملتها لكن طالما انت كتبت صح مش هشيل السؤال اكيد هو مش ما اعرفش السبس يعني طلع من لغه غلط انا ما اعرفش الغلطه فين بقى مش مشكله يعني زي ما بقول لك انا كتبت صح خلاص ده اللي فرق بس لازم تدي درجه على انت يعني في غلطه حلوه غلط احسن من سبب بس انا لسه من ورا امبارح ورا كتير جدا ف ايه الحبه حلوين يا جماعه مش بس على ايه عامل قسم قال لك الحمد لله لسه في مثلا انتوا 80 ورقه تقريبا بكتير معايا ورقه صدات حوالي 200 وشويه ورقه كده اخد وقتك عشان انا اخد وقتي هو في السؤال الثاني جاي من انت تبقى السؤال الاثنين ايوه هو انا قلت له ان هو انا قلت له ان هي بالنظر دي نقطة واحدة بس اتفقت سنة مرة تو ايكويشنز راح بينا خالد دفع تاني معانا ده اللي يبقى فين اللي بيصعب البتاع بتاعه طيب عندك تو لوبس هيبقى عندي كام لوب؟ حوالي 2 بالظبط لكن لما اجي احل عندك تو لوبس نقطة واحدة نقطة واحدة نقطة واحدة فقلنا النود هي البريفيرد بالظبط يا شمس ما ده بالنسبة لي سبب منطقي بس هو ايا كان يعني ايه اللي حصل بس انا ما قلتش عشان عدد اللوبس وعدد اللوبس انا قلت عشان عدد الالونز وهكذا لا ما يعني النود هي ايه بس انت عندك current source dependent الالونز هنا بالفولتج
اصورك بس لو تصور نور بطلت على كده وفوره مره ماشي خلاص طب لو عايزين تطلعوا في البيت ثانيه خلاص يا عم بقى اخر محاضره ماشي احنا عندنا السؤال ده بيقول عايز نفهم الديتا اناليس عشان نجيب اي نمبر حلو فهو اناليس هنفترض ان في اي 1 في اي 2 تمام فيبقى اي 1 واضحه صراحه وصريحه 160 ايكوالز 10 اي 1 ممكن نكتبها في الماتريكس على طول يعني ايه ممكن نكتبها في الماتريكس لا عشان اي عشان لسه شايفين دي يعني دي مش عارف اعمل لها او لا حتى انا مش ماتريكس اه مش منصه لا بالبي خلينا من تحت ماشي ده 110 اي 1 بلس ماينس 100 اي 2 تمام اول ايكويشن هتبقى عباره عن ايه احنا مش هحط الاي نوت معايا مش هحط الاي نوت معايا لا انت عايز تحط الاي نوت قول لي انت عايز ايه لا اصل انا قلت ماينس 100 اي 2 ماينس 100 اي نوت ماينس 100 اي نوت انا عايز اشيل الاي نوت ايه يا عم اه خلاص انت المفروض انت عارف ان الاي نوت انا ماشي تحت فوق هي عباره عن اي 2 1 اي 1 اه تمام اوكي عشان انا ولا تمام لا انا عملت في الامتحان كده طلعت لي اي 1 بصفر واي 2 برقم واي 2 برقم ثالث وعملت الثالث مثلا برضه بنفس الطريقه طلعت نفس النتيجه مش اي 2 دي الريل كارنت واي 1 واي 2 دي ايماجينري كارنت انا فريدهم عشان افهم انت المفروض ان انا بحط الاي سي الكاباسيتي اسمه ايماجينري امبيدنس لا مش ايماجينري يعني انا فرضت انت اللي فرضت انا بس الاي دوت ده الريل الريل كارنت اللي عندي ده الكارنت الحقيقي هيمشي بالبرانش ده تمام فدي كده الايكويشن معايا ثاني ايكويشن هتبقى عباره عن ايه نيجاتيف 150 اي نوت نيجاتيف انا عملت نيجاتيف 150 عشان الكارنت ده كان فيه ولا المخرج منها اوكي equals negative 100 اي 1 لا لا اي 1 اه بنكتبها بالترتيب يا تمام وزي ما كنا لسه كاتبين هنا ان اي نوت هي عباره عن اي 2 ماينس اي 1 اوكي عشان كده نكتب negative 150 اي 2 ماينس اي 1 طلعت انا كنت رايح كده مع الشركه كده راح ادخلها جوه بس هي مصيبه كده ايه مصدق ده ازاي تحط الاي 1 لا لا انا اقول لك انا خدت اللوب اللي هي الصغيره اي 1 واللوب ال2 اللي هي 2 واللوب الكبيره خالص اللي هي ال انت عملت سوبر لوب اه ثلاث معضلات ثلاث مجاميع ثلاث معضلات الله عليك ولا لازم ولا بسرعه حاجه بشكل صعب احنا رقم ما عادش استعملها في اللوب كده يبقى عندي الايكويشن عباره عن ايه بس انا ضلعت انا 250 اي 1 هو فعلا صح ان هو ممكن ياخد سوبر سوبر لوب فعلا ممكن ياخد سوبر لوب بس ما ياخدش ثلاثه لوبس اكيد يعني مش هتبقى لدم 50 اي 1 نعم 250 اي
250 واي واي يعني 100 تروح هنا تبقى بلس 100 دي كمان ولا ماركت 150 تكمله ممكن تاخد سوبر يعني ممكن تاخد لوب كبيره دي بس زي ما بقول لك لازم هتمشي فوق من الاثنين مش هينفع تاخد الثلاثه اكويشن بس انا خلاص الايمن دي واحد تاب خالص بالشكل ده يعني انا سمعت بتقول سوري فاكر اه فاكر يعني مش هنعمل ايه بس هو في مجال تاني ده كده في مجالين بس والله ايوه انا فاهم قصدك فاهم النود هتبقى هي ايكويشن اه لا ايكويشن اه طب بس يبقى عندهم ثلاثه مثلا ولا يعني عندهم مينو ده يا لانسن بالنون ده لانسن ده اللي هي بتبص ماشي كده ما جاب لنا النيت ده طول كده يا بيس اه بس انا اقول لك هو اي دوت تقريبا كان نيجاتيف 1 او نيجاتيف 2 مش فاكر هي اي 1 طلعت نيجاتيف 1 نيجاتيف 1 زيرو لا انا بتكلم على اي دوت اي دوت طب نكتب البرانش اللي على الشمال الاول بعد كده نشوف اليمين ايه نكتب البرانش اللي على الشمال الاول بعد كده نكتب اللي على اليمين ستيبس يعني عشان شنس هو الديبندنت سورس ينفع اعمله برضو اكوفالنس ازاي اللي هو يعني
ما ينفعش اقول لك كرنت ريزيستنس واحنا عشان بس ناخد البرانش ده كله نعمل لها ايكويشن وتبقى الايكويشن دي هي الايكويشن دي لا بي 1 الجراوند هي ده كله ايكوال برضه التالتة اللي هناك دي ده بي 1 الجراوند ثاني كلهم ايكوال بعض دول ثلاثه كلهم بي 1 ماينس 0 مش المفروض بنشتغل على النون سيمبل نود مش السيمبل نود سنس. طب انا في فكره ثانيه جت لسه جايه لي دلوقتي يعني فكره بس لسه جايه لي دلوقتي. هو انا لو انا خدت البرانش اللي على النص اللي هو الاي دوت ده مش الـ مش الـ مش الكرنت اللي هي دوت هتساوي لو انا خدت الجراوند لا في النص هنا خدت الجراوند هنا بس ايوه
بما ان ده كله برانش واحد فماشي في نفس الكارنت طنش بتاعته مش طنش اللي تحت انا زودته على فوق اه ولود سيريز مع بعض مش لازم ايوه طب انا هبط وكده انت كده عارف كده مش مركز كل حاجه يعني المهم ان هي مش هتحل في معادله واحده قبل هي انا هي هتحل في هتحل كده ثلاثه على بس عشان لا فهمت قصدك مش ثلاثه اكويشن يساوي بعض الاكويشن بتاع من دي 1 ل 0 من 0 ل 1 0 كلها زي الاكويشن كده عندنا احنا في النود اناليسيس اللي عايز نجيب البي 1 خلينا نفكر ان احنا النود اناليسيس عايز نجيب البي 1 البي 1 هتبقى عباره عن ايه؟ او يعني سيبنا البي 1 عباره عن ايه؟ نحل النود اناليسيس عادي هيبقى عندنا اول كارنت اللي هو اي 1 حلو اي 1 ايكوالز ايه؟ ايكوالز 160 ماينس بي 1 على 10 حلو على 10 وبعد كده اي نود زيرو ماينس بي 1 على 100 وبعد كده اي 2 150 اي نود اي نود على 50 تمام الاي نود شال احط دي فوق دي والاي نود شال احط الايكويشن دي طلع لي بي 1 طبعا خلاص كده خلاص كده مضروبه في نيجاتيف في 1 على 100 حلو فانت وستيل انت عارف ان وستيل انت عارف ان اي ان اي نو بالكيس ال هتبقى هي عباره عن ايه لو احنا فرضنا بالشكل ده كده ان احنا بنقول ان اي نو بلس اي 1 بلس اي 2 ايكوال 0 تمام فهتجيب اي نو equals negative i1 minus i2 ف بعدين بقى فاحنا عندنا كده لحظه كده هو احنا من دول كده معقدتين في كام دول في ثلاثه سنة مش مش معلش بس لا ما ينفعش نسميها كده احنا لازم نسمي دي نسميها اي 3 زي ما هي مش مش بس او نسمي دي اي نوت زي ما كانت يعني عشان اعوض مكانها بحاجه هي تفضل اسمها اي نوت فكده بقى عندي ثلاثه ايكويشنز في كام ان نون عشان هي دي اي 2 بتساوي عشان انا نسيت دي اي ده حاجه الكرنت مش عارف بس V1 minus current ده يساوي ده minus ده على صح دي يعني واحدة دي اللي هي الأخيرة C minus ده احنا هنا العكس يبقى هناخد من هنا سوري اصلا كانت ده ازاي 150 I know مخصوص معانا V1 على 50 طب أنا بقى بعد كده شايل الـ I book حطيت دي لو حطيت هنا يبقى أنا عندي equation 1 ده فيها الـ V1 بس فأنا جبت الـ V1 والـ I1 عملت فيها ايوه ايوه مش هلا حد مثلا هتشيل الاي 1 اه ماشي يبقى انا كده جبت الجون ايوه الجون هذا اللي بقى هذا اللي جبت الاي 1 مش مهم اسمع سؤال بس مين اللي قرر ان احنا في هنا بنحل عند النونز بالنودز احنا المفروض بنحل عند كل النودز ما عدا الجراوند يعني المفروض بنجيب الفولتج على تقريبا الشكل ده ما بقاش عندك غير نود واحده انت بتجيب عند كل النودز ما عدا الجراوند لا ايوه حلو انت تعالى بتحل عند كل النودز ما عدا الجراوند في الشكل ده انت عندك كام نود غير الجراوند كل نون سيمبل نود ايه احنا لا نون سيمبل نود ما بحلش عند كل نود اه لا احنا بنحل عند كله بتحل عند كل نود الجراوند فين النود اللي هنا ما عدا الجراوند هنا لا خد بالك من حاجه بس عشان ما تلخبطش انا افتكرت قصدك نون سيمبل
خد بالك ان النودز اللي احنا بنحل عندها اللي فيها اسم الكرنت اللي فيها لا اسمها دي اسمها لا احنا بنحل عند زي ما كان بيقول النون سيمبل نودز اللي بيحصل عندها اسم الكرنت. فانت دي كده لو كنا سايبين ريست زي ما هو الكرنت ما بيترسمش هنا لحاجه. بس اللي انا فاكره في السلايد احنا دايما بنحل عند كل النودز ما عدا احنا بنجيب عدد النودز ونطرح منه واحد. انا زي كده هو فكره الكي سي ال فكره النود اناليسيس ايه اصلا؟ انت ان انت في الاخر بتستخدم كي سي ال حلو؟ عارفين الكي سي ال الكي سي ال عباره عن ايه؟ ان انا في الاخر اللي هو القانون اللي بيقول ان اي كارنت اي نود لازم الكارنت او التشارج اللي يكون داخلها يكون التشارج اللي خارج منها. ايوه اللي هو سيجما هاي. حلو؟ فانت لو انت بتتكلم ان انت دي نود ودي نود اكيد اي تشارج داخل هنا هيخرج من هنا دي نفس البرانش. لكن الكي سي ال بقى بتحل عند النود اللي زي دي او مثلا زي الجراوند على اساس دي في الاخر دي برضه كده دي اتحلت في معادله واحده. لا ما يعني ما انا عايز بس اجيبها بطريقه منظمه عشان كده المفروض بنعد الايكويشن بنعد اللي هي الايكويشن اللي احنا هنكتبها هي يعني دول انا بتاعت هم الايكويشن ده انا انت توصل انت يعني في الاخر في اللوب اناليسيس في اللوب اناليسيس انا لو هحسب كل الايكويشنز يبقى انا المفروض حلت 4 مش 3 عشان انت حليت 3 مش 2 3 مش 2 لا بس انا حسبت ان انا حليت 2 بس عشان الايز دي انا مختلفه. انا بحسب الايكويشن اللي انا هي تبع الرول نفسه تبع الرول بتاع اللوب اناليسيس اللي هو يا ال ال يا ال ان ماينس 1 في النود اناليسيس صح كده؟ انا فاهم قصدك فاهم قصدك بس انا شايف ان دي كده اقوى. انا بس عايز احلها بطريقه منظمه عن اللي احنا عملناه ده. يعني انا احنا وصلنا للمنظر ده وصلنا ان احنا برده عندنا اي 1 بلس اي 2 بلس اي 2 ايكوال تمام. فانت كده عندك ايه؟ يعني هو يعني انت كده عندك اربعه ايكويشنز عوض فيهم كلهم او العب فيهم كلهم هيطلع لك الاي 1 والاي 1 والاي 2 والاي 0 حلو؟ هي الفكره بقى في ايه؟ ان انت هنا حليت اربعه ايكويشنز كتوتال كتوتال بس انا كنود اناليسيس حليت 1 بس ماشي مش كنود اناليسيس اهو انت في الاخر استخدمت طريقه النود اناليسيس فاضطريت تحل كام ايكويشن؟ اربعه اربعه لكن انت في اللوب اناليسيس حليت ثلاثه فاهم قصدي؟ اذا مش المفروض حتى في السلايد يقول لك ان النود اناليسيس بيستخدمه عشان لما تحل ان ماينس 1 ان ماينس 1 ايوه ماشي عشان انت كل الكلام بيبقى على الايه؟ ان ماينس 1 يقل فانا عندي هنا ان ماينس 1 1 يعني انا لما اتحليت اخترت النود اناليسيس مش مهندس معلش انا اصلا بحرق يعني انا باجي احل اللوب باجي احل اللوب بطلع ايه؟ بطلع الفولت بطلع الايار ترمز الفولتات صح؟ عشان تيجي تحل اللوب بتطلع الايار ترمز الفولتات عشان بيتبقى لي في الايكويشن فولتات بس ما بطلعش الاي هنا المفروض يبقى اطلع ايه؟ يعني اشيل الايار دي انت في اللوب اناليسيس بتشيل الايات وتحطها مكانها فولتات فانت مكتوب في النود اناليسيس بتشيل الايات وتحط مكانها بتشيل الفيهات وتحط مكانها ايات وده اللي احنا عملناه فعلا ان احنا بعد ما احنا هنستخدم في 1 بنحاول نشيلها ونعوض مكانها باي 1 واي 2 واي 3 طب ما هي خلاص ما هي هنا هي بتساوي ده على ده بتساوي خلاص اي 1 بلس اي 2 هنشيل اي نود فده اي 1 بلس اي 2 بقى معايا اي 1 واي 2 خلاص انت كده على الاقل انت استخدمت الايكويشن دي بقى اي نود ايكوال نيجاتيف بي 1 على ميجا ايكوال 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 نيجاتيف اي 1 ناقص اي 2 تمام عشان كان اللي فات بقى دي يبقى الاي 1 بلس اي 2 عندك دي كده بلس دي تمام اي 1 بلس اي 2 يبقى دي 1 على الاي نود انت كده عندك ستيل ايكويشن فيها ثلاثه اي نود محتاج ثلاثه ايكويشنز محتاج تو ايكويشنز غير دي عشان تعرف تحلها تو ايكويشن غير دي اللي هي تي وفي انا مش بشيل الفيهات واقعد ده في الايات خلاص اشيل دي واقعد ده في الايات ايوه ماشي وخلاص كده ده عندي ايات بس لا يا باشمهندس ماشي بس انا كده تتحل يعني انا بقى فاهم قصدك ما اكيد كده كده تتحل بس انت اللي عملته اصل انت لو هتتكلم كده ما انا ممكن اقول لك في اللوب اناليسيس عملنا ايه؟ احنا في اللوب اناليسيس كنا عملنا ايه؟ قلنا ان احنا عندنا 160 استخدمنا 2 ايكويشن والثالثه اللي هي بتاعت لحظه قلنا 160 دي كنت 110 اي 1 ماينس 100 اي 2 وصل كده؟ هو قال لك بعد كده اي 1 ماينس اي 2 ماينس اي 1 على طول بقى ايكوال اللوب اي 1 و150
ازاي بس جبت الفوت من غير ما تجيب كل الكلام ده؟ انا بتكلم استخدمت ايه من النوت انا استخدمت منه هي تورد انا كده اسال الدكتور عشان هو يعني هو انتوا لو انتوا بتتكلموا من حته ان انا استخدمت انت كده بتسال برضو بتتكلم ستيل انت في الاخر استخدمت ايه في النوت انا انت استخدمت وان لوب لكن في الاخر استخدمت لوبس بس انت في النود اناليسس استخدمت ايه وان لوب استخدمت ايكويشنز اكتر ايوه بس دي ايكويشن ملهاش علاقه بالنود اناليسس لا انت عملتها عشان تحل بيها النود اناليسيس يعني انت من غير ما تعملها مش عارف تحل النود اناليسيس طلع صوت هو كان في السلايد مكتوب ان يعني حتى الدكتور اللي معاك يقول لك انت يعني انت سو اناليسيس لما تلاقي المانيفاني كويشن اقل من ال في ال يعني فده اللي هو كده كده اصلا دايما حته ال ماينس 1 يعني غالبا دايما عدد النودز اقل من عدد اللوبس باشمهندس لو انت عندك يعني مين اصلا بقى باشمهندس في الاخر انت لو انت عندك اي سيركت يعني ارسم لي سيركت فكر في اي سيركت في عدد النود اكتر من عدد النود معاك الماركت فكر في اي سيركت وارسم انا مش انا يعني مش متاكد 100% بس انا يعني 90% متاكد اي سيركت على النود انا كده ليه ما دام لوب انا باشمهندس هو ممكن مثلا عشان فكره ان انت لو عندك مثلا حاجات فيها كورنت سورس مش هتعرف تحلها او يعني ممكن تبقى سهلك انك تحلها بنود انا عشان في الاخر الموضوع ايكويشن هو ده ما مثلا بيبقاش من وجهه نظر ثانيه ان احنا يعني عملنا يعني تعويض اسهل يعني اشتغلنا بالنود يعني مباشره ما عملناش نفكر زي في النود اناليسيس ما ده انا بتكلم فيه ما ده انا بتكلم فيه يعني ان انتوا ان انتوا في حبه بيقولوا ان النود اناليسيس اسهل عشان عدد النودز اقل بس انا بارجيو معاك ان اصلا اي سيركت في الحياه هتلاقي دايما عدد اصل انت بالظبط كده فعلا انت هقول لك حاجه انت عشان يبقى عندك اي نون سيمبل نود في سيركت عشان يبقى عندك نون سيمبل نود واحده لازم يبقى في تو لوبس عشان يقسموا كارنت معايا انت لو انت عندك سيركت فيها نود لوب واحده بالشكل ده مثلا يعني انت كام عندكش اصلا نود سيمبل نود كده انت لو عندك بالشكل ده حلو انت كده بقى عندك 3 لوبس حلو وبقى عندك كام نود 2 نودز صح فهي دايما يعني كقانون في السيركت زي ما بقول لك 90% متاكد منه اي سيركت لازم عدد النود بتبقى ايكوال عدد اللوبس ماينس 1 بالظبط العدد مش مقياسي احنا ممكن نقول ان هي اسهل ان احنا عوضنا على طول وعملنا معادلات بالظبط يعني اللوب هتبقى اسهل ولا هو السؤال في اللوب هتبقى احنا من اللي احنا شايفينه يعني اللوب احنا عملناها بطريقه يعني سطرين على طول النود عملنا 4 سطور عشان افهم يعني هي اللوب اسهل طب استنى في سطر الثالث اللي هو اي 2 ماينس اي 1 ايكوالز اي نود انا مش عايز اعد دي انا عايز اعد دي كيو بي ال بي سي ال بس ايوه مفيش حاجه اسمها عايز انت في الاخر حليتي هنا 3 ايكويشنز هنا حليتي 4 ايكويشنز فعشان كده يعني زي ما بقول لكم ارجيومنت انه عشان عدد النودز اقل من عدد اللوبس دي مش هتبقى ارجيومنت صح عشان دايما عدد النودز اقل من عدد اللوبس فما نقدرش نقول لو كنا هنتكلم كده يبقى دايما نحل النود اناليسيس مش لوب اناليسيس بس لا هي في الشأن يعني انا نفسي وانا بحل انا زي ما بقول لكم اول مره احل الميد تيرم معاكم فلما كنت بحل اللوب اناليسيس كان الموضوع سهل وبسيط على طول حليته مش وانا مش مركز النود اناليسيس لا وقفت شويه افكر كانت اصعب ايه طب السبب بقى اللوب كانت اسهل طب دي مش حاجه بيرسونال انا قلت انها اسهل ايه دي حاجه بيرسونال شويه عشان ما فيش كده حاجه ممكن نقولها في الموضوع ده ان اللي يقول اسهل وده صعب ممكن خلاص ده رايي فاهم برضه اصلا لا ما زي ما بقول لك حته ان لو تقول السبب انه عشان عدد النودز اقل فده مش سبب ممكن عشان ده اللي بيحصل دايما انا اقصد يعني عموما هو اللوب تقريبا كله اجمع ان هي
طب انا ما قلتش السبب ده يا باشمهندس بقى. انا قلت بقى ان يعني انت ثانيه واحده انت اخترت اللوب وما قلتش السبب ده. لا قلت سبب ممكن يعني. ايه هو؟ قلت ان هنا طلعت معايا 2 كوشنز في مجهولين بس، لكن هنا طلعت معايا 3 في 3. ماشي ده سبب كده صح؟ هو ده اللي بقوله. اه لكن ما ينفعش اقعد اقول لا سبب عدد نوز وعدد مش عارف. لا ما انا بقول لك انا بقول لك ايوه انا فاهم صح. عدد القلب بيبقى ان وان. فده مش سبب خلاص. ده بيسك تبقى كده. فاحنا لو كده دايما نحل نقول ده ناس اصلا. انا كده في النص. انت كده كل ده اصلا عشان احسن. بجد والله.